أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف تكون الطريقة المثلى لتعريف الأطفال وهم من دون السابعة بخالقهم، وكيف يتم تأسيس العقيدة الصحيحة لهم؟ دون السابعة ما يميزون ولا يدرون، لكن إذا بلغوا السابعة وبلغوا سن التمييز يبدأ تعليمهم. والاعتراف بالخالق هذا فطري، هذا مركوز في الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهذا مركوز في الفطر، ما يحتاج أنهم يعلمون إياه. لكن إذا بلغوا سن السابعة يؤمرون بالصلاة ويدرسون شيئا من التوحيد، درسون شيء من الحديث خفيف، أشياء خفيفة، لأنهم ميزوا صاروا يعرفون ما يقال لهم. أما قضية تعليمهم توحيد الربوبية أو من ربك أو ما أشبه ذلك، هذا مركوز في الفطر. لكن قول من ربك ليس معناها الإقرار بالربوبية فقط، معناه من ربك أي من هو معبودك، لأن الرب يطلق على الإله، على المعبود. فإذا ذكر الرب دخل فيه الإله، وإذا ذكر الإله دخل فيه الرب، وإذا ذكر جميعا صار للرب معنى وللإله معنى آخر، مثل الإسلام والإيمان، ومثل الفقير والمسكين. هذه أشياء قد تتداخل وقد تفترق حسب المقامات. فالحاصل أن توحيد الربوبية هذا مركوز في الفطر، ويولد عليه الطفل، كل مولود يولد على الفطرة، ولا ينكر الرب إلا إذا غيرت فطرته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذا غيرت فطرته فإنه يتغير. أما لو ترك على فطرته ثم بوشر بتعليم الدين الإسلامي توافق هذا مع الفطرة، فإن هذا يتوافق مع الفطرة ويتماشى معها، هذا هو التعليم الصحيح. نعم.